توضيح، هي المعلومة خرجت وظهرت في الإذاعات وغيره، لكن يلزم نحن نوضحوا نقطة، أنه باش نعملوا قدرة ربي فما عدة مشاريع جاية، فما المشاريع الصغرى اللي ما هماش أنجليجي، اللي هما مشاريع مهمة. نعطيه اكزامبل، عملناه للسي اس اس لايف، هو مشروع مهم تكلفته مش كبيره لكنه مشروع مهم، وما كان اول جمعيه في تونس تعمل، واحنا نحبوا ديما نسبقوا، احنا الاولين نعملوا الحوايج في في بلادنا ان شاء الله، وحتى في افريقيا علاش لا. دونك فما مشاريع صغرى اللي هي مشاريع قديمه مطروحه على المكاتب التنفيذيه السابقه، ووقت اللي تتوفر الظروف اللازمه ولا الامكانيات الماديه اللازمه احنا نقوموا بانجازها. على سبيل الذكر فما لي بانو فوتوفولتايك في المركب اللي نجموا يربحوا النادي برشا فلوس برشا مصاريف، فما سمارت ستاديوم اللي يعطي كونيكسيون او دي بي في استاد، اللي هي زاده مشروع ممكن برشا نجموا نقدموا فيه، تعرف حتى يسهل عمل الصحفيين كيفكم انتم معناها. فما المشاريع الصغرى هذه اللي نجموا نخدموا عليها ونجموا نحققوها في مدى قصير، هذا قريب. فما مشاريع ما نقولوش مدى بعيد، هات نبداو. فما زوز مشاريع احنا نتمناو كمكتب حالي انه نسهلوا لهم ظروف نتاع انجازهم، والا ولما لا نبداو في انجازهم. المشروع الاول اللي هو سي اس اس كوفي، واللي بصراحه الفكره الاولى اقترحوها، معناها انت ساعه تحكي لي على التواصل، اول ما طرحت الفكره في الكافيه معناها نتاع في الفيسبوك، طرحت الفكره، ما نحبش نسمي شخص باش معناتها ما يبداش هو من بعديك على اصحابه يبمبي. لكن هي طرحت، ومن بعديك المكتب اخذها ودارسها مع بعض المنخرطين المقربين للهيكل، وشفنا انه نجموا نعملوا ان كافيه مودرن كيما موجود في الاوروب، يكون فيه ان ستيل ديفيرون من اللي موجود في تونس، في مقر النادي ولا خارج؟ لا خارج مقر النادي، ما ينجموش يكون في مقر، بوتيتر في وقت لاحق، توا نحكيو عليه سي خارج مقر النادي، ويكون فيه المقهى هذايا ان كوان مثلا للشوبينغ، فيه دي جاجات نتاع النادي الرياضي صفاقسي، فيه لي برودوي وغيره كيما اللي موجودين في البوتيك، بوتيتر دي برودوي جدد، بوتيتر غدوه تنجم تصير ماسكوت ونجموا نخرجوا دي برودوي جدد، دي فيغورين، دي بورتوكلي، حوايج اللي المنخرطين بصراحه ومحبين النادي الرياضي صفاقسي بصفه عامه يلوجوا عليها ويحبوها. هذا بالنسبه للمشروع الاول اللي هو القهوه. به الكافي سوسيوس هذا سي سي كوفي، ليدي اي انه نخلقوا موديل، احنا نسوكيب دو ساجيستيون بوتيتر في مرحله اولى، ولو احنا مازلنا في الدراسه ما نجموش نعطي اكثر معطيات، لكن لو بوت انه نخلق موديل ومن بعد هذاك الموديل نجمو نبيعوه فرانشيز. معناها اليوم نبداو بسي اس اس كوفي، غدوه نجمو بعد عام نوليو 10، معناها فينالمون على قد ما تكون العباد اللي تحب تنفيستي في الدومين هذايا موجوده وتحط فلوسها ويعجبها الكونسيبت. فهذه الفكره، معناها انه نخلقوا ان موديل دو كافي من بعد كان بيعوه فرانشيز، وبالطبيعه المداخيل كلها تمشي النادي الرياضي صفاقسي، معناها ما فما حتى شك. بالنسبه للمشروع الثاني، هو راهو مشروع وهذه ناكد عليه، راهو اكبر من طاقه الهيكل انه ينجزه وحده. هذا في حد ذاته تحدي. هذا في حد ذاته تحدي. نفهم الناس اللي ما فهمتش دو كواي ساجي وشنو هي الفكره نتاعنا. اون فيت لو بوت انه في العباد كل عندها حلم في صفاقس، وهذا في بالي سورتو المقربين من النادي، تعرفوا انه يكون عندنا ان بارك داتراكسيون ولا دو لوازير باسم النادي الرياضي صفاقسي، كما في عديد الدول الاخرى، كما في عديد البلدان الاخرى العربيه ولا اوروبيه ولا غيرها. به لو بارك داتراكسيون هذا حسب التصور نتاعنا اللي احنا باش نعطيوه اسم سي سي سيتي مبدئيا، سي سي سيتي هذه يكون فيها دي بارك اكواتيك، يكونوا فيها دي تيران دو فوتبول، يكونوا فيها دي تيران دو فولي دو باسكيت، دي كور دو تنس، بوتيتر ميم دي سونتر كولتوريل، دي معناتها دي بلايص وين ياكل تاكل العباد، دي بيتزاريا ونادي معناتها توت ان كلوب، كل ما ينجم يتوجد في الكلوب. وفما مكان كما قلت لك ملعب معشب كبير للاعبين، وفيه دي بنجالو يسكنوا فيه اللاعبين غدوه نتاع النادي الرياضي صفاقسي، في تبدا بلاصه فيها الهدوء وفيها معناتها اللي اللاعب ينجم يركز فيها. البروجي هذا نحكيو على مشروع ضخم جدا وما تنجمش الهيكل اليوم بمداخيله يتحمل وحده. الهدف انه احنا نعملوا الانيسياسيون، نشوفوا ان تيران قاعدين نلوجوا، نشوفوا
نحن قاعدين اتصلنا بارشيتكت معناها ان ارشيتكت واتصلنا بمكتب دراسات باش يعمل ايتود دو فوزابيليتي اي دو رونتابيليتي. المشروع هذا باش نتقدموا به للهيئه المديره تاع نادي الرياضي الصفاقسي ونتمنى ان نلقاو الدعم من الهيئه المديره ومن لجنه الدعم. وقتها يولي كل شيء سهل لانه تعرف راهي من الاول الفكره تبدا صعيبه والعباد تغزر وتوهق ما تقول لك شاش كيفاش باش نجم نعمل مشروع هكا، لكن الخطوه الاولى هي الاصعب ومره الاولى نسبقوا احنا ونسهلوا ونمهدوا الطريق للعباد من بعديك باش المشروع هذايا يرى النور كما نقولوا. واحنا كهيكل بنحاولوا انه يكون للمنخرطين نتاع السوسيوس ديزافونتاج لانه مش احنا هما الفلوس نتاعهم هي اللي باش تصنع المشروع هذا وهي اللي باش تعطي الفكره وهي اللي باش تمولها، هما بالطبيعه يكون لهم عندهم ديزافونتاج. مثلا سي فراس يمشي يعمل غطسه في التوبوغون هو يعملها سوسيوس ب 10,000 وصاحبه ب 30,000 مثلا تيتر ديكزامبل، فهمت؟ فديزافونتاج من النوع هذايا للي سوسيوس. دونك الفكره الملخص انه راهو مش باش نقوموا بالانجاز مباشره، احنا نعملوا ليتود دو فيزابيليتي ايتود دو رونتابيليتي، نحضروا الماكيت الماكيت تعرف ماكيت ما نقولوش 3 دي نتاعك ماكيت تونجيبل معناها مصنوعه قدامك هكا تبدا، فهمت؟ المشروع هذاك من بعديك طرق انجاز وفما طرق متعدده، احنا نختاروا الامثل مع الهيئه المديره للنادي الرياضي الصفاقسي ومع الهيئه العليا للدعم. ولا فما حاجه اخرى كان ما عندكمش باش نلقاو الدعم؟ شوف لا احنا ما نحبوا نخدموا الا بالتوافق مع الهيئه المديره والهيئه العليا للدعم. ما يصيرش لانه راهو اذا مشروع مش يدين الكل تهبط فيه المشروع ما ينجحش. دونك قدره ربي احنا متواسمين فيهم خير. كيما احنا نحبوا مصلحه النادي هما راهم يحبوا مصلحه النادي. والبروجي هذايا راهو باش يدخل فلوس للنادي الرياضي الصفاقسي، فما نتخيلش انا انه الهيئه المديره ما تتبعناش وما تساندناش، بالعكس معناها احنا بقدره ربي متاكدين انه باش نكونوا متفاهمين على المشروع هذا، يكفي انه نتشاوروا فيه ونتفقوا على التفاصيل ونتقدموا في الانجاز ان شاء الله.